حضرتك ذكرت بعض، خلينا نشوف كده الفيديو التاني ونشوف هم قالوا ايه والردود اللي على الارض بقى اللي اشار ليها الاستاذ عبد الجواد عامله ازاي. نشاهد. هشام عشماوي ده ارهابي واتمسك، وتعالوا نفرض جدلا، وده خطأ ان احنا نفرض جدلا، ولكن تعالوا نفرض جدلا دون ان احنا نعرف يعني هشام عشماوي ده عمل ايه، دون ان يحظى هشام عشماوي بمحاكمة عادلة تعرفنا هو عمل ايه وعدينه او مش عدينه. هذا الرجل هشام عشماوي تسبب في ايذاء كبير جدا للشعب الليبي، قتل مئات من الشعب الليبي، شارك في قتال في قتل المئات اخرين، شرد كثير من الاسر، دمر مدينه درنا. هو قبلها مثلا 8 ايام 10 ايام ما فيش اي اتصالات. مريم سود عليهم باذن الله تعالى. الاربع حاجات اللي قالهم طارق عامر وهو بيعاوم الجنيه من سنتين: دعم الجنيه، تخفيض الدين العام والخليج والدخيل، جذب الاستثمارات، ايه تاني؟ سد عجز الموازنه، حصل الدور. طيب كلكم راع وكل راع مسؤول عنه، ده القاعده الشرعيه في الاسلام، ده حاكم. كل نقطة دم بتسيل على أرض مصر من مسيحي أو مسلم، شاب أو بنت أو رجل كبير أو خلافه، هو مسؤول عنه. الأصوات اللي بتتكلم كتير وبتتكلم كتير وهي مش فاهمة، لازم نعرف إن أثمن ما نملكه كمصريين كلنا مسيحيين ومسلمين هو وحدتنا الوطنية على أرض الوطن. بغض النظر عن التخريف الواضح جدا اللي بيتقال في القنوات بتاعة الإخوان أو قنوات العصابات أو أي كان يعني مسميها، اللي أنا لاحظته في الفيديو إن يعني ما يحدث هو بيتكلمه بشيء كبير جدا من الحقد، تلقين واضح، الردود موجودة وواضحة وصريحة، يعني أي حد يشوفها من غير ما احنا، عشان كده كنت في الاول بقول لكم احنا مش محتاجين ان احنا نرد، الرد موجود وواضح فعلا على هؤلاء. معقولة ده اسمه اعلام اللي عندهم ده؟ انا عايز اقول انه في الحقيقة انا هعمل مقابلة بين اللي بيقولوه على مصر اللي هي مفترض بلدهم والجيش المصري اللي هو المفترض انه جيشهم واللي بيقولوا عن تركيا. يعني وقت ان انهارت العملة التركية طلعوا كلهم بلا استثناء نسيوا القضايا المصرية وفضلوا يتكلموا على قصة تركيا العظيمة والاقتصاد الكبير واردوغان الاله المتوج. الفكرة هنا انا في تقديري ان الناس دي يعني اتمنى ان الحكومة المصرية تسقط عنهم الجنسية مباشرة وفورا، لانه ده صب في تاريخ هذا الوطن ان دول يفضلوا محتفظين بالجنسية المصرية، لأنه هو محتفظ بالجنسية المصرية للأسف بيترتب عليه حقوق وهو بيجي هنا ويقاضيني كمواطن مصري. هو مش مواطن مصري، هو ضد الوطن وضد، خلينا أقول ضد الوطن، هو مش ضد النظام، هو ضد الدولة، ضد الدولة المصرية، ضد الشعب المصري، لأنه بيجي في أي أزمة هو يريد أن يجوع هذا الشعب علشان يعرف أن هم كويسين. هو ما يهموش مصلحة هذا الوطن، وده بشكل حقيقي. يعني لما نشوف منهجية الهجوم واستراتيجيتها والفرق اللي بتعمل كوميكس، وإحنا للأسف بنقعد نروج للكوميكس اللي هم بيعملوه على اعتبار أن إحنا بنهزر، وده من أول الأشياء التي تهدم الهوية وتضعف المواجهة خاصة في أوساط الشباب. الفكرة هنا أنه هو عنده منهجية وعنده عقيدة بتعتمد على نتيجة واحدة عايز يوصل لها، وهي إسقاط الدولة، إسقاط مصر. هو في الحقيقة لن يتورع أبدا عن اتخاذ أي وسيلة علشان ده يحصل. هل هو ده إعلام؟ هو في الحقيقة مش إعلام، وهم بيقولوا هم بيحاولوا إن هم يبقوا إعلام وبيحاولوا يشاركوا برا في قصة الإعلام، لكن خلينا نقول إنه
الاخوان لما دخلوا الصحفيين عشان كده كانوا حريصين جدا ان هم يدفعوا بصحفيين داخل نقابه الصحفيين. وانا اتمنى ان تراجع نقابه الصحفيين جدولها، ومش بقول الناس اللي هنا بس، بتكلم على انه في ناس بره فعليا خارج الوطن ما زالت موجوده، وبعضهم قد يكون بيتلقى البدل بتاع التكنولوجيا. الفكره هنا ان هم بيشتغلش اعلام، هو بيشتغل سياسه، هو بيشتغل داعم لتنظيمات ارهابيه ومدافع عنها. وزي ما شفنا في قصه هشام عشماوي، القبض على هشام عشماوي أربك خططهم بشكل كبير جدا. لا وانا الحقيقه مش مصدقه التبجح في الدفاع عن الارهابي، يعني تبجح غير عادي غير طبيعي وبشكل يعني فج جدا. انا دافع الاخ اللي كان بيتكلم على بيقول كل نقطه دم سالت على ارض مصر سواء من مسلم او مسيحي، وطبعا البابا تودروس تفضل مشكورا بالرد، ما اقدرش اتكلم بعد الكلام اللي قاله. بس حضرتك ليه ما اتكلمتش على الدم اللي بيسيل كل يوم على ارض سينا لغايه ما احنا قاعدين بسبب التمويل اللي انتوا بتاخدوه وللارهابيين زمايلكم، وانا هقول عليهم زمايلكم بياخدوه، ما اتكلمتش ليه على وجع قلب الامهات وكسر ظهر الاباء اللي بيروحوا منهم شهداء كل يوم؟ يعني انت شايف دول ومش شايف، يعني انا مش فاهمه انت شايف ايه، بس بتحاول تعمل ايه بالظبط يعني؟ وبعدين هو اللي اعتبر ان المسيحي كافر، هو اللي حرم ان احنا نقول لهم كل سنه وهم طيبين، وموقفهم واضح من هذه القصه. هو اللي كان يريد تحويل هذا الوطن الى دولة أشبه بتنظيمات داعش، وإنه يبقى فيه إقصاء كامل للإخوة الأقباط. وخلينا نفتكر الفكرة بتاعت حرق الكنائس اللي حاولوا وهم ماشيين من الحكم يعملوها علشان تحدث الفتنة الكبرى، والكلمة الشهيرة زي ما حضرتك تفضلت ليه العظيم جدا البابا تودروس، اللي أنا في تقديري أن التاريخ سيتوقف أمام ما فعله طويلا بعد كده، لما قال إنه وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن. تحياتنا طبعا للبابا تودروس. وعلى فكره النغمه انا اسفه في اللفظ، بس النغمه الخايبه بتاعه الفتنه الطائفيه دي بطلوا تعملوها، شوفوا لكم حاجه ثانيه اعملوها بقى. لان قصه ان احنا نبقى ان دول مسلمين ودول اقباط، لا احنا حاجه واحده، احنا نسيج واحد. وانتوا زي ما حرقتوا الكنائس ودمرتوها، حرقتوا وبرضو ايام بئر العبد الجوامع ودمرتوه، انتوا لا يعني انتوا ما تعرفوش غير الخراب والدمار. وللاسف الشديد يعني انا عارفه ان هم هيفضلوا زي ما حضرتك بتقول بيحاولوا، بس خليكوا حاولوا حاولوا حتى يعني الى اخر الزمان، واحنا هنفضل في رباط الى يوم الدين. انا عايز اقول بس نقطه مهمه، ان هو عنده مشكله دلوقتي في التجنيد، يعني فصيله الاساسي من الشباب او الكوادر الصغيره بدات تهرب منه، فهو بينزعج انه قياداته في السجون شباب ولم يعد مرتبط بفكرته العقائديه، وخاصه ان هم انا في تقديري كمان انه كل اللي بيعملوه ده في الحياه بيرتد بشكل عكسي، لانه الناس بتشوف الحقيقه على الارض. في النهايه يعني لا يصح الا الصحيح. يعني واحنا جايين دلوقتي بالعربيه عدينا على المنطقه التي كانت تسمى تل العقارب، وليد السواق قال لي جمله مهمه جدا، قال لي ده كومباوند، واحنا بنتكلم على حاجه في قلب السيده زينب. هي دي الفكره، ان الصوره والعمل هو الرد الوحيد على الارض. وستحيا مصر، ستحيا مصر بشبابها وجيشها وشرطتها وشعبها. ستحيا مصر الى يوم الدين، وان شاء الله يعني الى اعلى المراتب باذن الله. استاذ عبد الجواد، سعيده جدا كالعاده بوجود سيادتك معانا.